المهم الحضور ديالكم راه ما نحتاجش نجاملكم، راه كيعزيدنا غير قوة وكيشجعنا باش نوصلوا، لان في الحقيقة راه كتجي شوية ثقيلة كتعاود وما كاينش نتائج، وكنشوفوا ان داك الشعب غير غادي كيتطحن وغادي كيتدعق والنتائج تقريبا. ولكن ضروري ضروري نديروا هذا الشيء. الا ما درناش هذا، الا ما هضرناش ولا ما تكلمناش، راه سي بيغ، يعني الامور غادي تكون اسوء. يعني راه حنا راضيين على هذه الحاله هذه، وهذه ماشي يعني ماشي من الخصال ديالنا. خاصنا نقاوموا بهذه الوسائل هذه، باش ما يقولوا شي واحد النهار وانتم ما كنتوا ساكتين ولا ما درتوا والو. الا كان الصوت مزيان بون، عملوا لنا اشاره من فضلكم. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول كمقدمه. المهم هاد اللايف عفوي، كما كتعرفوني انا كنهضر عفوي، انا داكشي اللي الناس الاحداث والاخبار اللي كتدور في فيسبوك ده كنبغي نعقب عليها. يعني انا شفت شي حوايج وعندي هنا منظمين، ولكن راه في خلال الحديث كيهربوا ليا شي نقاط وما كنطرقش للجميع، ولكن ماشي مشكل، ميمكنناش نهضروا على كل شيء، لان القلب عامر بزاف، القلب عامر بزاف على ذاك النظام، على ديك العصابة، ماشي تاني نظام، عصابة هذاك. بون، ايوا شكرا من جديد لهاد الناس هادو اللي حاضرين معنا. بون، انا بغيت غير نستشهد بواحد الوثائق جبتها هاد المرة هادي، غادي نحاول نجبدها باش ما ننساش شي. كنشوف واحد داك المساعدات اللي داروا، راكم كتعرفوهم، مهزلة كبيرة ديال داك الجدرية اللي عطاو لعباد الله. وواحد الفيديو انا شفتها ديال واحد السيد، يعني في الحقيقه علمني مزيان، علمني، غادي نعاودو لكم باش تعرفوني على من كنهضر. انا فريمون سيدي محمد السادس، سيف ليا الدعم الله يجرب وينصرك ويخليني في معز عليك اسيدي. وراه انت اسيدي اليوم فضلتينا على الاقتصاد، فضلتي شعبك على الاقتصاد ديال البلاد اسيدي، باش ان شاء الله هاد الوباء يتحبس باذن الله. والمهم انتم مازال تعرفوا بلا شك، راه شفتوا هاد الفيديو، هادي شهاده حيه، يعني شهاده حيه كتلخص البؤس اللي كيعيش فيه الانسان المغربي. يعني ما يحتاجش، هما بلا شك كيفتخروا بها، كيسحب لهم واش السيد يعني راه ولا كيعترف بالجميل ديال داك اللي وهي في الحقيقه هي شهاده ضده. هاد المنظور هذا ان كتمثل لينا، كتجسد لينا البؤس اللي عاش فيه الانسان المغربي. شوف فين وصل، فيه شنو وصل به، يعني ان الراجل عطاه مع 20000 ريال ولا 16000 ريال، وين ميزير في جميع الحالات. وشو كيفاش الراجل كيفاش كيبكي، يعني من كثرة القهر. واش هنايا كيعطيوهم الملايين في العام؟ واش عمركم شتي شي فرنسي كيخرج كيخاطب الرئيس الفرنسي بهذه الطريقة؟ واش عمركم شتو شي ميم يوناني ولا اغريقي ولا داك الروما ولا شي حاجة ما كيديرش هاد المازال هادي، باش يبان لكم الأضحوكة اللي جعل من هذاك النظام الشعب المغربي. يعني طيحوا لواحد هذا، هذه نتيجة يعني كتبين لنا البؤس في يعني في أبهى الحلال ديالي. يعني ما نقدروش، اون بو با تروفي، يعني الكلمات كيتخلطوا لي. يعني كنت غادي نعطيها لولادي وسيدنا وخويا، ويعني ضروري يحطموا الانسان، الكرامه ديال الانسان، ويجرجروه في الارض باش يكون هو على خاطره، باش يبان لكم هذا السيد الى حد ما انه عدو ديال المغاربه. هذيك العصابه، هذوك الهجيج، راه ما يمكنش لينا نوصفهم. الشر ديالهم فات القانون، يعني اللي فات الحدود، التجويع والقهر والضرب والعصا والمرض من جهه، والناس جحيم ما كرهش كل شيء خرج. ولكن هذا الا جيتي عنده قلتي له واش تخرج، راه كاين واحد القاربه في مارتيل ولا في تيتون، دابا يخرج، ما يبقاش تما دقيقه، مش من النهار، دقيقة ما يجلسش شي تما. إيه هو غير باش نلخص، يعني هذه هي الفيديو اللي ضراتني مزيان. وعندي وكيقول هو نظام ديمقراطي، ملي انت نظام ديمقراطي ولا ما كتخافش شي،
من الكتابات والتعبير الناس، علاش كتدخل عباد الله للحبسات، علاش كتسجن الناس على تدوينه، علاش الكتب مثلا اللي خارجه، علاش كتمنع عاد دخول المغرب الا كنت يعني tu n'as rien à te reprocher، يعني ما موسخش يديك ما والو، علاش كتمنع الناس يعرفوا الحقائق؟ الكتب اللي فتحته كلها منوعه. عندي هنا شي كتب مثلا مع الكاميرا غادي يبانوا لكم شويه مقلوبين. المهم نحاول نبين لكم ديال ابراهام السبتي، هذا كتاب ديال دون لي بريزون دو روا اكري دو كينيترا سور لو ماروك. يعني الى قرا بنادم هذا الشيء، هذا قديم، هذا ماشي شي حاجه جديده. الى قرا الانسان، الى قرا هاد الاشياء، هذا ما كنبغيش نبين هادشي، ولكن غير باش نبين لدوك الناس يعني راه ما كنهضروش من خوا، راه ما كنهضروش غير هكاك، راه ما جينا وخرجنا ليها كود مع هاد النظام هذا، حتى عرفنا عليه تقريبا، وما تقدرش تعرف عليه كلشي، لان الجرائم ديالو لا تحصى ولا تعد. ولكن غير هادشي اللي تيتذكر هنايا، التعذيب والتنكيل اللي تعرضوا ليه الناس، هذا السيد ديال ابراهام السرفاتي راه كتعرفوه، وعبد اللطيف زروال كيهضر عليه بزاف. هذا كتاب يعني محمد دغياغ لي ماسك، عاوتاني هذا كاع نشرو، هذا عمر بروكسي راه كاتب مغربي. هذا خلاص ديال جيل بيرو نوتر امي لوغوا، هذا كنت خديته في ايطاليا في 1993، كنت مازال في ايطاليا، جلي كوموندي يعني جاني من فرنسا، ودخلته معايا للمغرب وخرجته، باش تعرفوا داك الديوان ديالو راه ما كاين كيقلبوا غير كاين شي فلوس ولا شي حاجه. المهم غير هذا بار اكزومبل عن طريق المثال الجرائم اللي كان كيقوم بها في داك دار المقري. انا كنذكر لنا باش تعرفوا بلي داك الناس راه ما معاهم صلح ولا ما يكذب عليه، راه ما قلنا جمهوريه تخصها تكون جمهوريه. هذاك المجرم ديال افقير هو الحسن الثاني كيمشيو للدار ديال هذاك اللي كتسمى دار المقري، وكيعلقوا بنادم تما كاينه، وكيقطعوه اطراف اطراف، وكيجيبوا ولادهم، ولاد الضحايا صغار كيحطوهم تما، كيشوفوا والديهم كيتقطعوا، وكيبكيو دوك الدراري، وكيطحنوا كلشي، وكيدفنوه تما في دوك لي جاردان ديال دار المقريره، عامره داك الشجر الليمون عامره تما بالجوتات. يعني ما بغيتش نقرا عليكم، يعني راه هذا هو الملخص انا عطيته، يعني غير شويه. اما الصحراويين داك التنكيل والتعذيب اللي دار ليهم راه ما كيتصورش في هذا الكتاب هذا ديال جيل بيرو. هادشي النخبه اللي كنهضروا عليها، ما كاينش اللي ما قراتش هذا الكتاب، ما كاينش. في ديك الوقت ملي كنت انا في المغرب، راه دخل كنت انا في ايطاليا، راه دخل المغرب، دخلوه عن طريق البي دي اف، ودخلوه عن طريق الانترنت ودي فوتوكوبي. هذا خلاص ديال الغوا بريداتور، كل شيء راه سمع به، باش ناض يدير محاوله تدي يرشدوك الناس ويشريهم بالفلوس، دار عليهم محاوله نصب، و يعني وراكم في راسكم الاخبار. يعني هاد الجرائم اللي كاينه فيه لا تعد ولا تحصى من جديد. كيفاش ان السيد هنا، غير واحد ان السيد عنده 12 قصر في المغرب، 12 قصر، وكل قصر كيتقام بمليون اورو في النهار. راه القصر ملي كتسمعوا القصر راه ماشي، راه مدينه لداخل، راه مدينه فيها جميع المرافق الرياضيه الاجتماعيه لي زوبيتو، كلشي لداخل، لي تيران دو سبور، الجولف، هذاك الشيء ما نهضروش عليه، والمقابر والسجون، كلشي لداخل. المقابر خلاص راه عامره بالحفر الجماعيه ديال المناضلين، وداك الشيء راه تما تيدفنوا. هذا باش نقول لكم شحال كيتقام، كاينين 12 ناهيك على الفيلات ولي زابارتومون ولي زوطويلات اللي عنده في العالم باسره، زيد عليهم القصر والشاطو اللي عنده هنايا في فرنسا، راه سبق لينا هضرنا عليه، يعرفوش راه ماذا بينا يعرفو 50 كيلومتر مربع اللي في المساحه ديالو، هذا اللي كاين في فرنسا في بيت، وبالخدم والعبيد، راه 1000 عبد خدامه تما بالحراس، انا كنسمي كلشي عبيد دو فاسون، هذوك البوليس ولا داك بالنسبه لي انا عبيد. هاد واكل شارب على ظهر المغاربه، وتصوروا مليون باش كيتقام مليون في النار،
والماكله والطبخ كيتحضر في هاد القصور كامله، وهو كيعيش غير في ثلاثه، كاينين شي قصورات تما اللي ما عمرو حط فيهم رجليه، والماكله كتحضر وكانه غادي يجي، يعني الغداء والعشاء والفطور والكوتي، وداك تعرفوا داك المسائل كامله، وكل شيء كيفيني في لابوبيل، كل شيء كيتلاح في الزبل، كيجي كاميون حرام باش يقيش شي واحد شي حاجه. مازال ملي كان باش شحال هادي كانوا هادوك الخدم وداك العبيد كانوا كياكلوا ديك الماكله، هذا ملي منعهم ما يقيسوش داك الشيء، يعني ماكله الالهه ما كياكلهاش البشر، سيد كيعتبر راسه اله وكتلاح. وضربوا الحساب العمليه شحال ديال الاطنان، شحال ديال الاطنان كتلاح في الزبل، بينما الشعب المغربي كياكل في القمامه والازبال، وكيجي كيقول لك فينا هي الثروه، فينا هي الثروه، اش من ثروه انا كنسائل عليها، ها الثروه فينا هي، هذا غير جزء منا. اما السيارات عنده 600 سياره، سبق ليا كتبت هادشي في واحد المقال، ولكن الناس راه اغلبيه الناس ما كتقراش، لا سيما الفرنسيه، يعني 600 سياره. ملي كنقول السياره، كل سياره شحال كتسوى؟ من مليون، من 700 مليون الفوق، ما كاينش شي حاجه اقل من هادشي. لي رويس رويس هو السيد مبليب هادشي هذا، وكتمشي داك الحجم الثقيل ديال الحرب اللي كتهز طنوبه وداكشي، كتهز كتهز طوموبيله باش دير ليها لونتروتيان في لا ميزون دوريجين باغ اكزومبل، الا كانت رويس رويس راه كيديوها لكروند بريطان، وكاين كل سياره كتمشي، الا كانت مرسيدس كتمشي لالمانيا، وكيمشيش معاها، كتمشيش الطوموبيله مع بوحدها، كيمشيو معاها عاوتاني 300 ديال الخلق ديال العبيد، كلهم واكلين شاربين باش يجيبوا داك الطوموبيله وتصاوب وتعدل وتجي وترجع للمغرب. شوف الملايين فين كتمشي، ومع ذلك كيخرج عندك العياش الحقير ويسبك، يقول لك راك خائن، انتوما خونه، انتوما ما باغيينش الخير للبلاد. شكون اللي دخل الاستعمار، هذا الاستعمار اللي باقي كاين هنايا، شكون اللي دخلوا للمغرب؟ شكون من غير العلويين؟ وقبل قبل هذيك الحمايه، من عام 1000 ومن القرن السابع عشر دخلوا عن طريق دوك الاضرحه والزوايا. وانا سبق لي عملت واحد الفيديو ملخص على هاد التامر ديال الزوايا مع الاستعمار، لان قبل من قبل ملي كانوا الملوك في ذاك الوقت هذاك، ما كانش عندهم شي سلطه كبيره، وما كانوش حتى ملوك، كانوا غير سلاطين، وكانوا تيحكموا غير على واحد المنطقه صغيره، واغلبيه ديال داك الشيء باش كانت كتسمى بلاد السيبه. بينما فرنسا كانت كتستعمل، فرنسا وبريطانيا وهادشي كانت كتستعمل هاد الزوايا، ومنهم الشريف ديال وزان، راه سبق لي هضرت عليه بحكم الاصل ديالي من وزان، وعندنا علاقه مع داك الشرفه وداك الشيء. الوالد ديالي يعني كان خدام، كي الوالد ديالي كان امي، الناس ما كانوش عارفين، كانوا كيامنوا هادشي باش كنقولوا لكم انا الدين راه خطر كبير فيه، من اللي ما كيكونش الوعي ان الناس وعي ديني، ان راه كيلعب دور يعني خطير في التكلاخ ديال الناس وفي استعباد البشر. حنا ماشي ضد الدين، ولكن غير كنبينوا ان السيد هذا كان، هذا الشريف هذا اللي كان كيعيطوا له السي عبد السلام، كان مجوج بانجليزيه وبلا شك هذه كانت اسبيون انجليز، وكانوا كيجيو كان رابط علاقات مع الفرنسيين بالخصوص ومع الاوروبيين، وهادو كانوا كانوا كيتكلبوا على المغرب، وهو اللي دخلهم باش يحميوه، وكانوا كيستعملوه في نصر، يعني في يعني هو اللي كان ممثل ديال السلطه، يعني عاطينو السلاح وعاطينو كل شيء، وكان كيقوم يعني يعني كيقمع دوك القبائل، الثورات اللي كانت كتقوم بها القبائل ديك الوقت، لان القبائل كانت المغاربه كانوا كيثوروا على العلويين من هادي شحال، ماشي عاد اليوم، وراه كل الانترنيت عامره بداك الصور ديال الرؤوس اللي مقطعه، داك الصور يعني البشعه، راه عندها 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 تاريخ، هذوك الحقائق هذيك عندها تاريخ. وهاد السيد هذا كان كيمشي وعندو الاتباع ديالو حتى في الجزائر، كانت عنده 350,000 مغربي تابعه له في سميتو، في يعني النفوذ ديالو الديني، وكانت عنده نفوذ عاوتاني في الجيري 500,000. هاد الناس كانوا كيجيبوا له الهدايا وداك الشيء كيتسمى الزياره، كيجيو الوزان، لان الوزان كانت في واحد العاد، كنعاود لكم التفاصيل لان هادشي بزاف الناس ما كيعرفوش،
وزان كانت في واحد العهد كيسميوها هي باريس المغرب، يعني كانت متحرره، كانت يعني نشوفوها اليوم كيفاش ولات. هذا دليل على ان راه ما كنزيدوش القدام انما كنرجعوا للور. وهاد الشريف هذا، هاد الشرفاء هادو بديك الزوايا بديك الديانه والاعتقادات وديك الخرافات هي اللي ساهمت ودخلت يعني وطئوا يعني الطريق، مهدوا الطريق سميت الدخول للاستعمار. يعني الناس كانوا كيمثلوهم كيلكو بار، ملي كتمشي الانسان المغربي ملي كتجي بالطريقه ديال الدنيا راه كتقنعو. هذا هو باش ما نطولش عليكم، باش تعرفوا الدور ديال الخيانه ديال الدوله العلويه خصنا نذكروا به. ما كيعرف كيخصص ليها يعني ميزانيه هامه ديال الزوايا، راه القصر كيعطيهم داك الشيء اللي الملاير اللي تعرفوا شحال اللي كتخصص ماشي الدوله المغربيه، العصابه العلويه للزوايا. راه كتشوفهم كيف هذاك القضيه ديال اكل اللحوم، داك بنادم اللي كياكل المعزه حيه، ولا داك الجمل راكم كتشوفوا في انترنت كيفاش داك الناقه كيفاش داك الصور البشعه، هذاك الشيء باش يوطد ويزرع الجهل. لان الجهل في المجتمع المغربي، ما تنساوش ان باش كينشر الجهل هو هذوك الناس، هذوك هما اللي كيدافعوا على الكيان ديالو، الكيان الغاشم، هذوك هما اللي كيدافعوا عليه. وهذوك الناس هو هذاك الجيش ديال الجهلاء هما اللي كيجيبهم في الانتخابات، وهذوك هما البلطجيه اللي كيخرجهم مثلا باش كونتر مانيفيستاسيون، اللي كيخرجوا الاحرار كيخرجوا يطاكي بهم الاحرار، هادوك هما القمع ديالو، اضافه الى البوليس والجدارميه والاخرين اللي كتعرفوهم الرسميين اللي متخلصين. هذه هي المسائل يعني باختصار باش يعرفوا الناس ان الحقائق ديال داك. ولهذا خاص هذا الفيديو ينتشر مزيان، فيديوهات ديال المناضلين كاملين ماشي غير هذا، يعني البارتاج ماكسيموم. راه مغرقين لينا الشعب بالخزعبلات، راه كلخوا لينا بنادم. واليوم ظهرت هاد الاصوات بحال هكا، كنتفقوا ولا ما كنتفقوش بيناتنا، المهم راه كل واحد كيخدم بالطريقه ديالو على حده وكيساهم بطريقه اخرى، ولو ان كاينين شي خلافات ما كيهمش الانسان. المهم العدو ديالنا الاساسي وهو الملكيه خاصها تطيح، هذا هو العدو ديالنا. وكل مساهمه يعني في هاد كتصب في هاد اللي لا بيان فيني. انا راه تكلمت بما فيه الكفايه. الطابلو اللي كتشوفوا ورايا الا كنتو بغي كتهتموا فهم بين طبيعه الحال، الفن راه كيمثل الدار ديال خالتي الله يرحمها فوزان، هذه ملي كنت غادي نبعد باش تشوفوا شويه. وكاينين جوج ديال الاطفال جالسين تمايا، واحد فيهم انا، هذه بني واحد الفتره كيفاش كنا كنعيشوا رسمتو عن طريق المخيله وداك الشيء. المهم هذا الاصل ديالنا هو من مدينه وزان، وراه بلاد ديال المقاومه والمقاومين بحال جميع انحاء المغرب. المهم هاد الناس هادو راه كتشوفوا الفقر اللي كيعيشوا فيه والتخلف، مازال الناس عايشين في يعني مع الحمير ومازالين عايشين، يعني ما كانش شي تطور من داك الناحيه لدابا. راكم شفت الشمال كيفاش مهمش وكيفاش يعني جريمه قامت به هذاك العصابه بحق داك الشعب. انا الاوان باش طيح، وغادا طيح والنهايه ديالهم قريبه، لان الاوراق ديالهم كلها نفدات، ما بقى لهم باش يلعبوا. سيفيني الحاجه اللي باقي ويرشوه تيرشيو دابا في داك عيد العرش، كيرشي داك الاوروبيين هنا كيجيبهم داك النخبه ديالهم، داك الصحفيين كلشي. كنت نشوفو غير داك عيد العرش بشحال كيتقاب، كلهم كيمشيو نوري لوجري واكلين شاربين ناعسين تمايا، ويتعطى لهم اوسيمه. علاش؟ باش يضربوا الطم، باش يسكتوا ما يفضحوش، ما كيجيو هنايا ما يفضحوش. كاينين اصوات حره من طبيعه الحال كتكتب عليه وكتنتقد داك الظلمات اللي عندنا في المغرب، اما هذوك اللي في المغرب خلاص، النخبه ديال المغرب هذوك خلاص راه كيتمناو غير باش يمشيو لتما يعيطوا لهم عيد العرش، ياكلوا البسطيله. وهذا
هادو والشعب البرا غير البرا غير من القصر البرا راه كتشوفوا الناس كيفاش كتعيش يعني في الفقر المدقع، لا القصور كاملة ديالو لا في تطوان ولا في طنجة غير برا، داك الشحت المشوار في تطوان راه كتشوفوا الناس كيفاش كيعيشوا تما، لي شومور هادوك لي المتسكعين هاد الناس كاملين كيعطيو واحد الصورة يعني مويناج ديال العصر الوسيط، هذا هو اللي كاين. شكرا على هذه المتابعة، وكنتمنى عاوتاني اللقاء بكم في شي ساعة أخرى تكونوا حاضرين بحال هكايا، وكنتمنى عاوتاني من جديد منكم البارتاج وتحية الجمهورية المغربية، راه ما كاينش شي نظام اخر غيضمن من غير الجمهورية المغربية والثورة، الثورة على ذاك واخا يطلق داك المعتقلين لا بد من الثورة، واخا يدي من الثورة، لأن الثورة هي اللي غادا تخلصنا، لأن هادشي اللي كي هذا كتاب ديال لو ديرني روا اللي قريته هنايا ديال كريبيسكيل دون ديناستي، هذا كيبشر بشي أخبار يعني اش غادي نقول لكم، كتبعت الامال يعني ملي كتقرا داك المسائل كتعرف ان فعلا النهايه ديال هاد الجراثيم هذه قربات، والواقع كيزيد ياكدها نهار على نهار. الناس هما بداو كيحسوا بالظلم المباشر، والاصوات بدات كتحتج، والثوره راه جايه، الكره راه كتكبر، الكره ديال الثلج كتكبر وغدا تعصف به اجلا ام عاجلا، هذا هو اللي كاين. الملكية سيفيني انتهى أجلها، هو اللي كاين، وعاش الشعب، والسلام عليكم.